ده اول حاجة. القميص ده هو خامته مشموعة شوية. انا على فكرة بحب الخامة دي جدا، من اكتر الخامات اللي بحبها في الشتاء. وكمان عجبني الحركة بتاعة القميص، ان هو فيه من ورا ديزاين كده شراشيب، فبحب قوي الديزاين ده. فدي اول حاجة. نيجي لتاني حاجة، الكوت ده. الكوت ده عجبني برضو، ألواناته أسود وأحمر، في الألوان دي كلها عجبتني. مش عارفة أبرده دلوقتي، بس هو طويل. اوكي، وتالت حاجة كمان وصلتني، ده برضو كوت تقيل. انتوا عارفين بقى، يعني الحاجات اللي بجيبها دايما بتبقى حاجات شتوية، لأنه اوريدي احنا داخلين على الشتا. بصوا شكله، استنى بقى، زراير. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.